بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. والنهاردة بإذن الله تعالى بنتكلم عن إصفرار أوراق الخيار. ممكن الإصفرار يكون في الأوراق السفلية وده طبيعي، ممكن يكون في منتصف النبات، ممكن يكون في القمة النامية، تمام. وعشان خاطري لو أنت فعلا مزارع كويس، حاول تبني فكرة كويسة عن قصة العرض اللي بيحصل لنبات الخيار أو غير نبات الخيار. ما تاخدش أول حاجة نقص عنصر المغنيسيوم، لا ده عنصر نقصر الحديد، عناصر صغرى. حاول يعني تكون فكرة كويسة عشان نفهم إنك فاهم فعلا زراعة، مش كلام بيتردد وخلاص. وطبعا احنا بنشوف على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا اللي ما حدش بيشوفه، تمام. طبعا انا هقول الاسباب، وفي فيديو تاني هنقول ازاي نفرق ما بين الاسباب دي كلها، تمام. اول حاجة ممكن الاضاءة عندك تكون غير كافية، وده يعني بيحصل في الوطن العربي خصوصا في فصل الشتاء، لان الاضاءة ما بتكونش كافية، تمام. لما الاضاءة ما بتكونش كافية يا جماعة بنلاقي ان النبات كله عليه اصفرار، النبات كله عليه اصفرار من فوق لتحت. مش قصة اصفرار يعني، لا، الاخضر الفاتح، تمام. قد يكون السبب يبقى اول حاجة قلنا الاضاءة، والمعروف ان لو انت يعني ساكن في دولة اوروبية وزرع خيار مثلا، فعلشان برضو ما ننساش الناس ده، هي ممكن تعمل اضاءة بيسموها الاضاءة التكميلية، ودي باللمبات الليد، وكنت شرحت فيديو عليها قبل كده. دي اول حاجة. تاني حاجة قد يكون عندك نقص ازوت. بص شوف من الاخر عشان نبقى بس واضحين، صعب يحصل عندنا نقص، لان الناس اللي بتزرع بيوت محمية بتبقى اعتقد يعني انه كله بيحط كميات زايدة من الأسمدة، يعني بيبقى في إفراط كمان لأنه هو عايز ينتج، فبالتالي لما بيزود أفضل ما بينقص. ده أسلوب حياة عارفينه عن المزارعين العرب كلهم، تمام. فبنستبعد حتة بس الأزوت دي. ممكن تحط الأزوت ويحصل له مشكلة إن هو النبات ما يمتصوش نتيجة لبرودة الجو العالية أو ما شابه ذلك، ممكن أنا معاك. بس النقص يعني نقص في إنك تحط، لا هتلاقي الدنيا كويسة، تمام. عندي حاجة تانية اللي هي مستوى الماء أو الري يا جماعة. الري يا جماعة الخير ده حاجة من ضمن الحاجات اللي هي مهمة جدا في عملية الإصفرار. النهاردة جاية لي صورة من أستراليا، تمام. نفس القصة والله. طبعا أستراليا دلوقتي برد، درجة الحرارة بالليل فيها متوقع باكر بإذن الله تعالى تكون 2 درجة مئوي، تمام. طبعا دي حاجة غريبة جدا، تمام، بخلافنا هم، تمام. فطبعا الخيار جاي لك ان هو المية بتاعته كتيرة، وبالتالي المنظر اصفر جدا جدا جدا، وده كتر المية يا جماعة بيعمل على ان مفيش اكسجين كويس في الجذور، مفيش اكسجين. المنطقة بتاعته التربة ديت اساسا الهواء الارض فيها، المية حلت محل الهواء فطردت الهواء، فالتهوية مش مظبوطة، فاصبح في مشكلة في عملية امتصاص العناصر، واصبح في مشكلة كمان في الزبول. قد يكون هناك زبول، والزبول معروف ان هو توأم الزبول معروف ان هو توأم، قول معايا، توأم الرطوبة العالية، تخصص الرطوبة الأرضية العالية، لان الزبول طبعا معروف ان هو مرض فطري جذري، تمام. فمجرد ما بيكون عندنا مشكلة في التهوية او فبيكون فيه بترتب عليها طبعا ان يكون عندنا مشكلة في امتصاص المغذيات، تمام. وفي الوضع ده هوت انا بوصيك بانك انت ياريت حضرتك تبدأ ترش عناصر صغرى وخاصة الحديد، وبرضو ترش ان بي كي مع العناصر الصغرى، لان عندك مشكلة في الامتصاص الجذري، فبتحاول تعوض دهوت او بتعوض جزء يسير منه عن طريق انك تغذي ورقي، تمام. بعد كده حل المشكلة ديت برضك انك تضبط عملية الري، يكون فيه ضبط لعملية الري، ما يبقاش الري على الفاضي وعلى المليان كده، لا،
حاول تنظم عملية الري بتاعتك، ومش مشكلة لو عندك في الشتاء بتصوم يوم ويومين ثلاثة. أنا كل اللي أنا عايزه إيه؟ إن النبات بتاعي يكون ريان. طب النبات ريان عندي، طب إيه لازم تبقى موضة يعني إن أنا أحط المية كتير في جذور النبات أو أروي كتير؟ لا طبعا مش موضة ولا حاجة. تمام. عندي مشكلة تانية اللي هي لو نسبة الأملاح عالية، كلور عالي في مية الري، نسبة الأملاح عالية، نسبة الأملاح عالية في التربة، فبالتالي بنعكس على اصفرار النبات برضو. فعشان كده دايما بقول لك كل الحاجات اللي احنا بنقول فيها دهيت، المفروض انت كمهندس محترم المفروض بتنزل الأرض بتاعتك وتحاول تكون فكرة عن العرض اللي قدامك، وهو اصفرار النبات عندك، نبات الخيار. تمام. معظم الاصفرار على فكرة بيحصل لنا في الشتاء، وإن كان برضو بيحصل في الصيف، وهنقول بيحصل في الصيف ليه. معظم اللي بيحصل في الصيف بيبقى نتيجة مرض. تمام. زي إيه؟ زي العنكبوت الأحمر. العنكبوت الأحمر أول ما بيجيلنا بسم الله ما شاء الله، حضرتك هو بحطه على الورقة من تحت، وحضرتك عملته بترش وبترش الأبمكتين لوحده، والأبمكتين ما بيعمل لكش حاجة. تمام. كل يوم رش أبمكتين. الإضاءة العالية يا جماعة هي توأم العنكبوت والحرارة العالية. الإضاءة العالية والحرارة العالية في الصيف هم توأم العنكبوت الأحمر. خلي بالك من القصة دهيت. لو الإضاءة عندك عالية حاول تظلل شوية، حاول تبدأ مع العنكبوت بمبيدات مختلفة زي ما قلنا على جميع الأطوار بتاعته. مش كل ما واحد يتكلم ما يعطس يقول لك ايه أبمكتين، المدام تقول له ما اقول لك بأبمكتين. على فكرة واحد واحد كتب لي ان السبب النقص المشاهدات ان الستات بتقول لهم بتقول للرجالة ما بلاش تسمعوا البانورة مزرعية. طيب يا عم انا قلت حاجة انت يعني انا ما والله بشرح مش اكتر من العلم يعني، كان بتطرق للسكند وايف شويه يعني، انا من باب المزاح والله بضحك يعني مش اكتر. اما اصلا الوضع اللي احنا فيه ما حدش يسمح له بالسكند وايف، الزوجه الثانيه يعني. تمام. وبعدين يا ستي انت خايفه على عنتر، خلاص يعني حاولوا تسكنوا في الباديه والصحراء زي ابن شداد. المهم عندي بعد كده طبعا العنكبوت الأحمر، الذبابة البيضة برضو لو اتكترت علينا جماعة بتمص العصارة النباتية، فبيحصل ومعها شوية المن فبيحصل ندوة عسلية. المشكل في الأول وفي الآخر ما بيحصلش تبادل الغازات على سطح الورق، ما بيحصلش امتصاص كويس. الورق بيتغطى بالبراز بتاع الذبابة البيضة بتاع العنكبوت وبتاع المن، فبيحصل عندنا برضو مشاكل، فبيؤدي برضو الاصفرار الأوراق. وعشان كده بنقول نكافح كويس يا جماعة الخير. تمام. كل الحاجات دي من شأنها ان هي تعمل لي مشكلة، بالإضافة إلى مشكلة الجذور أو الأعفان اللي هي ممكن تحصل. برضو عندنا مشكلة البياض الزغبي والبياض الدقيقي. البياض الزغبي طبعا لما بيجي بيقضي على القصة وبخلص بدري بدري إذا ما كنتش من الأول حاطط برنامج محترم للبياض الزغبي ومكافحة البياض الزغبي، عشان بس نبقى عارفين القصة دهيت كويس. فتاخد بالك من الحاجات دهيت، هتلاقي نفسك في الآخر الدنيا معاك كويسة. برضو قد يؤدي زيادة التركيز مبيد معين إلى توقف القمة النامية وبرضو إصفرار النبات. كل حاجة ما تستصغرهاش يعني، معظم النيران من مستصغر الشرر، فتاخد بالك من القصة ديت كويس علشان الأمور تبقى معاك كويسة. بشكر حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.